يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. كالعادة بنبدأ حلقتنا بسؤال الحلقة النهاردة. سؤال حلقة النهاردة بيقول: وانت صغير كان نفسك تخترع ايه لما تكبر؟ دايما كده واحنا صغيرين كان عندنا شغف وحب تطلع لأي حاجة موجودة قدامنا، ان احنا نركب حاجة على حاجة ونخترع حاجة صغيرة كده على قدنا يعني. فدايما كل أسرة كده بيكون فيها حد طفل صغير، ده بالمناسبة يعني بيكون مميز عقليا، عايز يعمل حاجة، يخترع حاجة مش موجودة، يفتكر حاجة تسهل تساعد في أي حاجة. يعني زمان وإحنا صغيرين كنا بنقعد نفكك الألعاب، أو نستنى مثلا لما اللعبة بتاعتنا تبوظ تتكسر نبتدي نفكها عشان نشوف إيه اللي موجود جوه. في ناس بالمناسبة بتفك الألعاب بتاعتها وتركبها تاني، ودي طبعا يعني عقلية مميزة بكل تأكيد. فكنا بنستنى لما اللعبة مثلا تتكسر أو خلاص لعبنا بيها فترة كبيرة، فنفك اللعبة عشان نشوف إيه اللي جواها، وناخد بقى حاجات من اللي جواها، نحط حاجات على حاجات. فدي حاجة مؤشر بالمناسبة يعني لأي أسرة والأهالي اللي عندهم طفل بيفكر إن هو يخترع أو يبتكر، دي حاجة كويسة يعني تقول إن هو فعلا عقلية مميزة، ومن الممكن ان هو يكون حاجة مهمة جدا في المستقبل. طبعا سؤال حلقتنا بيقول: وانت صغير كان نفسك تخترع ايه لما تكبر؟ في انتظار طبعا اجابات حضراتكم وتفاعلكم دايما على صفحتنا على فيسبوك، وهنستعرض اجابات حضراتكم في حلقتنا النهاردة. من صباح لحضراتكم مرة تانية، اهلا بيكم حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.